النيابة العمومية بالقطب القضائي الميلي أذنت لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بمسؤولة بجمعية تعنى بشؤون اللاجئين ومكافحة العنصرية، وذلك من أجل شبهات جرائم مالية. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب، وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال والفساد المالي. وتقررت تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العادية بالجرجاني بمباشرة تلك الأبحاث. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي اجتماع مجلس الأمن القومي أشار إلى تدفق الأموال بالمليارات أموال طائلة على الجمعيات والشبكات اللي تتاجر بالبشر في ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء المقيمين بطريقة غير نظامية في تونس. الوحدات الاستعلاماتية للحدود بمنطقة الحرس الوطني بتيلا أقليم القصرين احتفظت بشخص أصيل إحدى المعتمديات الحدودية، وذلك إثر ثبوت تورطه في استقطاب وإيواء المهاجرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بمقابل مادي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه حسب الإدارة العامة للحرس الوطني. تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية والأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالقصرين معززة بوحدات التدخلات السريعة بالإقليم من ضبط عنصر تكفيري صادرة في شأنه 4 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهيكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وترويج المخدرات، وحجزت لدي صفيحة من مخدر القنب الهندي وأقراص أخرى مخدرة. وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم أنه تم حجز آلة حادة ومبلغ مالي متأتي من عائدات ترويج المخدرات بحوزة التكفير الموقوف، وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. في مجلس نواب الشعب استؤنفت أشغال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 7 مايو برئاسة إبراهيم بودربيلة رئيس مجلس نواب الشعب، ويضمن جدول الأعمال التداول حول وضعية المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء. وأكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة أن تعامل مؤسسات الدولة مع المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء كان وفقا للمواثيق الدولية وبطرق تليق بكرامة الإنسان، وشدد على أن كل ما قيل عكس ذلك قد ثبت عدم صحته وفق تصريحه. وللإشارة فقد انطلقت صباح اليوم بمجلس نواب الشعب الجلسة العامة الخاصة بالنظر في مشروع قانون تنقيح القانون المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال وتوجيه سؤال شفاهي لوزيرة الأسرة. وشهدت الجلسة مطلب ممضى من 18 نائب بإضافة نقطة إلى جدول أعمال الجلسة تتعلق بالهجرة غير الشرعية وما يعرف بأزمة الأفارقة جنوب الصحراء، إضافة إلى طلب من الكتلة الوطنية المستقلة وطلب ثالث في الموضوع نفسه من طرف كتلة الأحرار أيضا. وقد حظيت المطالب الثلاثة بالموافقة من قبل 121 نائبا من جملة 137 اللي سجلوا حضورهم. من جهته معناها فما تصريح لنائب ياسين ميمي قال أن النواب يطالبوا بالاطلاع على اتفاقية تونس مع الجانب الإيطالي في خصوص هذا الموضوع الاتفاقية، وطالب بتقديم إحصائية واضحة ودقيقة لأعداد المهاجرين من الأفارقة من جنوب الصحراء إلى التراب التونسي. واقترح ميمي في هذا الصدد اشتراط وثائق إقامة أو عبور قانوني في حال الحصول على حوالات أو شرائح اتصالات ولما لا دوريات تفتيش يعني رافل في الطرقات. وقال النائب في تصريحه اليوم أن الغموض الذي يلف هذه القضية يسبب الذعر للمواطنين، وهو ما عاينه خاصة بعد الزيارة البرلمانية الأخيرة لمنطقتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس.
في ملف صندوق النقد الدولي، أفاد أستاذ الاقتصاد معز السوسي اليوم بأنه علاقة تونس بصندوق النقد الدولي لا جديدة فيها ووضعيتها معها غير مرضية حسب تعبيره، وشدد على أنه تونس حرة في أن لا تقترض من الصندوق. وأكد السويسي أن تونس لم تتخذ خيارات صحيحة بخصوص علاقتها مع صندوق النقد، وأشار إلى أن الزيارات الرسمية لوفود الصندوق هي زيارات تقييمية للوضع الاقتصادي للبلاد. ووضح السوسي أنه من الضروري عدم إنشاء علاقات متوترة مع صندوق النقد حتى في حال عدم رغبة تونس في الاقتراض من الصندوق. وبخصوص وكالات التصنيف السيادي، قال السوسي أنه دورهم سلبي ولكن ضروري باعتبار أن اقتصاد تونس مفتوح، وأشار إلى رفض التصنيف إلى أنه رفض التصنيف يعكس رغبة تونس في إخفاء معطيات تخشى ظهورها للعلن حسب تصريحه. في فرنسا خليني أقول أنه فما خبر بخصوص اعتقال تونسي. السلطات الفرنسية أعلنت اعتقال شخص يحمل الجنسية التونسية يوم الأحد الماضي داخل عربة قطار. حسب ما نشرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية، فإن الرجل عمره 49 عام قال أنه يحمل قنبلة، وتبين أنه سجله الجنائي يتضمن 42 إشارة. وأفادت النيابة العامة في مدينة رانس أنه المهاجر التونسي في وضعية غير قانونية وبش يتم عرضه اليوم على القضاء. وبالعودة إلى تاريخ الواقعة، قالت صحيفة لو فيغارو أن القطار توقف ليلا في إحدى المحطات وصعد المشتبه به وهو يصرخ وهدد بتفجير قنبلة بحوزته، ما تسبب في حالة هلع وذعر في صفوف الركاب لم تدم طويلا حيث سرعان ما سيطر عليها عدد من الركاب. وتمكنت الشرطة في المحطة الموالية من اعتقال المشتبه به والعثور على مصباح إضاءة على شكل قنبلة بحوزته، وصرح بعد اعتقاله أنه كان في حالة سكر ولا يتذكر أي شيء من أفعاله. ووفق سجله الجنائي فإنه سوابقه تتعلق بالسرقة وخرق القانون نتيجة إدمانه على الكحول حسب ما جاء في صحيفة لو فيغارو. المعطيات تشير إلى أنه هذا الشخص هو تونسي ومقيم بطريقة غير قانونية ويتعاطى يعني الكحول، ربما يدخل في حالة هستيرية.